ألو، حياك. ترى تأكدت أنك ما قلت لحد. كيف عرفت؟ يا أخي مالك دخل، أنت أبي أخوك ولا لا؟ أكيد أبي أخوي، بس وش السالفة؟ أقول لك لا عاد تسأل، أنت تسمع وبس. وعلشان رجالك أخوك أبغى أعقد معك صفقة، لو تمت تلقى عنوان أخوك وتلمون الشمل وترجعون مثل أول. صفقة؟ وش هي الصفقة؟ أبي أعلمك الصفقة في حينها، موافق ولا لا؟ موافق أكيد، بس شكلك ما تعرف أخوي. أبي أعلمك كل شيء، بس أنت عندك مهمة مركبة من ثلاث مهمات بتقضيهم وبعدها بتلقى أخوك. تستهبل أنت، شكل ما عندك سالفة يا ابن الحلال. يلا يلا مع السلامة. أقول لا تقفل الخط ولا مرة ثانية ما راح تشوف أخوك، فاهم ولا لا؟ وش يضمن لي أنك تعرف أخوي أصلا؟ أبي أعلمك تاريخك كامل. فهد بن صالح دخلت السجن لمدة 20 سنة لأنك ببساطة ما قدرت تدفع الدية، وانفصلت عن أخوك وما قدر يزورك ولا مرة. يوم دفع لك واحد من التجار الدية طلعت وجالسة تدور على أخوك، وعارف بعد بيتكم القديم تعبت نفسك. كل المعلومات اللي قلتها هذه ما فيها دليل يثبت أصلاً أنك تعرف أخوي. أجل ما أنت مصدقني بكيفك، بس تذكر أن الفرصة جت لين عندك علشان تلقى أخوك وأنت رفضتها. سلام. لحظة لحظة، ألو ألو، ترى ما راح يصبر والحين بيدق عليك. طيب انت ما تعرف الاخوه ولا اي معلومات عنه؟ مو بلازم اعرف معلومات عن اخوه، اصلا دامه يدور اخوه فهذا دليل ان اخوه بايعه ومطنشه وساحب عليه. المشكله انك ما قلت له اي معلومه تخليه يقتنع انك تعرف مكان اخوه. اسمعني يا عمر، الغريق يتمسك بقشه ويتمسك بالامل حتى لو انه ضعيف. عشان كذا انت لو تشوف اتصالاته ومحاولاته واتصالاته معاي بتعرف. قلت لكم هذا هو قاعد يدق علي. ممكن تفاهم؟ أكيد. أنا وش يضمني أن أخوي معك؟ ما في ضمانات غير أني بسلمك أخوك لين ما تنفذ بعض المهام. أنت شلون جبت رقمي؟ مالك أي حق تسأل من وين؟ هذه من قواعد الاتفاق. أسمع، أنا ممكن أسوي أي شيء بس ما يكون فيه ضرر على الآخرين. بنشوف غلاوة أخوك وين بتوصلك وتخليك تضحي إلى وين. مستعد أضحي بعمري كله عشان أخوي. زين اتفقنا، الحين انتهت المكالمة وانت ضمن اتصال قريب. الله أنك مرجل.